مع اقتراب دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة من نهايته، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري وأعضاء اللجنة، حيث رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة بشأن مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الجاري. سمو الأمير زود أعضاء اللجنة بتوجيهاته السامية ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين في شتى المجالات ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن. في سياق منفصل، أكد الغانم أن نهج مجلس الأمة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومختلف القضايا نابع من نهج سمو الأمير، الشخصية الفذة والقائد الذي له الفضل الأكبر في ثباتنا ككويتيين مع الحق في كل القضايا العربية والإسلامية. تشهد محافظة جبل لبنان توترا خطيرا منذ عصر الأحد بعد إطلاق نار بين مواطنين ومرافقين لموكب وزير المهجرين، مما أدى إلى مقتل 2 من مرافقيه وإصابة آخر. ففي معرض قيام وزير الخارجية اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بجولة في منطقة الجبل، قام محتجون يتبعون الحزب التقدمي الاشتراكي بقطع الطرق لمنع موكبه من المرور، اعتراضا على تصريحات أدلى بها اعتبروا أنها تحمل إساءات وتشعل الفتنة الطائفية وتمس بالعيش المشترك في الجبل وبين الدروز والمسيحيين. ولدى مرور موكب وزير شؤون النازحين المحسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني وأحد الحلفاء السياسيين للتيار الوطني الحر لمشاركة باسيل في جولته، حدث تبادل لإطلاق النار بين مرافقيه وعناصر أخرى مسلحة في الطريق على نحو أدى إلى مقتل عنصرين أمنيين من مرافقيه، وسط تبادل الاتهامات مع الحزب التقدمي الاشتراكي بالمسؤولية عن تلك الاشتباكات. أفاد أعلام النظام السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بالصواريخ على محيط دمشق وحمص، مؤكدا إسقاط عدد من الصواريخ المعادية جنوب دمشق، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمراية غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة الشفية صحناية جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية مع تسجيل بعض الإصابات بصفوف المدنيين. انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية خلال اجتماعها الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس إدارتها للسنوات الأربع المقبلة. وقال الشيخ فهد ناصر الصباح أن مجلس إدارة اللجنة الجديد سيبذل قصارى جهده في سبيل تطوير الرياضة المحلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع الرياضيين.